يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. إن شاء الله بهذا الفيديو الحزين صراحة، تلقينا نبأ وفاة الزائر الإمام الحسين عليه السلام من السعودية، من الإحساء تحديدا، السيد محمد حسين الهاشم على طريق المشايخ. أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هنيئا له على حسن الخاتمة، لكن ساعد الله أهله على نبأ، على شلون روح شلون عفوا شلون وصل لهم هذا الخبر، خبر الأليم، الخبر الحزين. لكن مثل ما يعني قلت، هنيئا له حسن الخاتمة، ما شاء الله على حسن الخاتمة. ما أريد أطيل أكثر، فقط أني يعني أتبع أخبار الشيعة، وهذا خبر مهم أنه أنقله بقناة خواطر فكرية، والأهم من نقلي هو ما فعلته البصرة الأبية، البصرة الكريمة، البصرة العزيزة، ما شاء الله تولوا تشييع هذا الأخ الموالي الشيعي، تولوا تشييعه والصلاة عليه بموقف رائع جدا جدا جدا. لنشاهد إن شاء الله هذا الفيديو، وأقول بختام هذا الكلام أو هذه المقدمة، أتمنى من الجميع قراءة سورة الفاتحة مع الصلوات لروحه. وأقول وأكرر هنيئا له على حسن الخاتمة. قضاء عز الدين سليم في البصرة يشيعون زائر سعودي توفي في طريقها حسين المشايخ، وسيقام على روحه مجلس فاتحة في موكب أهالي له. شفاعة الحسين إن شاء الله، برود دمه وقرأ الفاتحة والله يكون إلى رحمة الله الواسعة. رزقك الله شفاعة الحسين وفاطمة الزهراء، مأجورين مأجورين إخوان المشيعين، مأجورين زوار الحسين، جزاكم الله خير الجزاء.